السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا اوبشن ضمن الريزرفوار نتوركر هو الالترناتيف، انه اني اضيف بدائل اخرى. هذا الشيء راح يفيدني انه بالسيموليشن موديل حتى نفذ لازم عندي بديل اخر، لان بالاصل البرنامج هذا يشتغل اوبتمايزيشن. فانت اذا كان عندك اي اوبشن تشتغل بيه وتريد تستخرجه مو شرط اوبتمايزيشن، فضروري تضيف الترناتيف على اقل واحد. فشلون نضيف الترناتيف بديل ثاني؟ نجي هناي نختار من الإديت. أول شيء نقدر نضيف هناك ريزرفوار، نرجع للووتر شيد سيت أب. عندي هنا مثل ما تلاحظون خزان، وهنا خزان، وهنا خزان، مثل ما تلاحظون ثلاث خزانات عندي. أرجع للريزرفوار نتوركر، هاي الخزانات اللي عندي أقدر إنه أنا أستدعيها بالرسم هنا، أقدر أستدعيها وأضيفها. أضيف هسه ألترناتيف، اقول له edit. اروح على edit، تلاحظون انه هنا كلها بلاك ما غير مفعله، فعلى هذا الخيار alternative بدائل اقول له new، ليطلبون عندي الاسم الخاص بها مثلا ALTE description، ضمن يا networker اللي هو هذا بهذا الاسم اللي احنا سميناه بالمحاضرات السابقه، نقول له اوكي. لاحظ هسه تفعله. اول شيء الاسم مالته بهذا الشكل الترناتيف، لكن بشكل مختصر. ضمن يا ريزرفوار نتوركر اللي اسمها نتوركر، نجي على الران كنترول، تريد عباره عن فلو بروجرام ديترمينيشن بريود افريج، هاي انت الخيار اللي تحدده. التايم ستيب ايضا انت تحدده، يعني 1 اور مثلا. نجي على الالترناتيف تايب، شنو تريدها؟ ستاندرد، تريد يولت اناليسيس، مونتي كارلو سيموليشن. هسه احنا راح نثبتها ستاندرد. ننتقل على الخيار الثاني، هسه خيار هنا عندنا الدي اس اس اوتبوت غير هاي الاوبريشن. هسه عندنا كم خزان؟ عندنا مو فقط حديثه، ريزرفوار، تمام. نجي هنا اللوك باك تيبل، الحديثه ريزرفوار، ديفولت فاليو، ايش قد الريزرفوار لوكيشن، انطيه مثلا 75 او 95 وغيرها. هنا ايضا configuration غيرها الى هذه الامور. تايم سيريز، ما عندي تايم سيريز، اني ما عندي سلسلة من الخزانات. فهذه الامور اذا كانت عندك متوفرة تريد تشتغل مثل ما نقول نسميه احنا alternative بدائل ثانية. فاحنا عندنا اهم شيء الابزورفيد داتا، الفلو ايش قد عندك غيرها اذا كانت عندك بارتات هواي. فبعد ما تكمل هذا الخيار تلاحظ هنا الترناتيف، تقول له سيف، تقدر تسيف الالترناتيف، يسيف لك اياه، تسيفه من هذا البروجرام. بعد ما تنتهي من عنده بس مجرد تسيف، هسه سيف لحد هنا اوكي. تقدر تنتقل للخيار اللي بعده، تقدر تضيف الالترناتيف بكل الخصائص المتوفره عندك، لكن تضيفها منين؟ من الريزرفوار نتوركر. هسه تروح على الريزرفوار نتوركر تقول له سيف، يسيف لك اياه، تنتقل بعدها للسيموليشن موديل. لكن اذا كانت عندك هناك الترناتيف شلون تقدر تضيفها؟ تضيفها عن طريق الريزرفوار نتوركر، فهذا الخيار مفيد جدا، لان اصلا السيموليشن موديل هنا ما يشتغل اذا ما انت سويت مثل ما نقول البيانات الخاصه بك. هسه تقول هنا اوبن، عندك يعني فت سيموليشن بشكل معين تقدر تستدعي، بما انه احنا ما مسوين فلازم نسوي سيموليشن جديد، لكن هو يحتاج من عندك الترناتيف. هنا هذا الخيار. اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص اضافه الاوبشن اللي هو الترناتيف البدائل للبرنامج، حتى هو اصلا مثل ما سبق وتناولنا البرنامج شغله بالاصل اوبتمايزيشن، انه حتى يوفر لك البديل الافضل بين عده خيارات انت تنطيها. تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم، واذا يحتاج الامر نوضحه بمقطع فيديو فايضا نسوي مقطع فيديو وننشره ضمن البلاي ليست الخاص بالبرنامج. نلتقيكم ان شاء الله بالفيديوهات الاخرى. دمتم بامان الله وحفظه.